الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. بعد بكره يا جماعه العالم كله بيحتفل برمز الحنان، ايقونه الحب، استاذه المشاعر الانسانيه، القلب اللي بيدعي والايد اللي بتضم. هنكرم كل الحنيه وكل العطاء وكل انكار الذات وكل الدفى والصدق. الدنيا هتنور بدموع الفرحه في عيونهم ومشاعر الرضا على وشوشهم الصافيه النقيه الجميلة الملائكية. بعد بكرة عيد، كل أم سهرت وتعبت وشقيت وصبرت وعفرت عشان تربي وتكبر وتعلم وتجوز. كل أم أدت رسالتها على أكمل وجه وأعظم صورة. كل أم محتاجة كلمة شكر أو لمسة وفاء أو لحظة امتنان. هنقول لأمهاتنا شكرا، هناخدهم في أحضاننا ونحطهم جوه عيوننا ونحاول على قد ما نقدر نعبر لهم عن محبتنا وتقديرنا. كل سنة وكل أم على أرض مصر بخير وصحة وسعادة. كل سنة وأمي طيبة وبخير يا رب. سايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة حبيبة. الست دي بجد لم أرى مثلها. وصلت لنا على صفحة البرنامج رسالة من الست هدى، كان حلمها بسيط جدا وهي عايزة مكنة خياطة تساعدها على المعيشة. الحمد لله حققنا الأمنية اللي تتمناها يوم عيد الأم علشان ندخل السعادة على قلبها. تعالوا نسمع رسالتها ونروح نفرحها. السلام عليكم، أنا هدى محمد عبد الرازق، عندي 3 بنات مطلقة. انا دلوقتي ساكنه في عمار مصر الخليليه اللي بالرعايه، وظروفي على قدها وبناتي في التعليم وعايزه اصرف عليهم وازود دخلي. فاتمنى منك يا عمر ان انا عايزه مكنه خياطه اساعد بيها اولادي اصرف على اولادي. شكرا. ست هدى منفصلة وعندها 3 بنات، بعتت رسالتها للبرنامج بتتمنى يكون عندها مكنة خياطة تقدر من خلالها تصرف على بناتها. جينا لها النهاردة ومعانا المكنة وإحنا قدام باب بيتها دلوقتي. السلام عليكم، منزل ست هدى. طيب إحنا برنامج واحد من الناس، ممكن نيجي عندك شوية؟ يا ست هدى، بعتي رسالة للبرنامج طلبتي فيها مكنة خياطة وشرحتي ظروفك، لو تديني فكرة أكتر على ظروفك، عايشة إزاي، ولادك بتصرفي عليهم إزاي؟ من الخير، أنا من الخير، بس أنا عايزة كنت عايزة حاجة إن أدخل دخل أصرف على أولادي بناتي في التعليم. أنتي عندك 3 بنات في سن تعليم كلهم؟ لا، طلعت بنتي منهم، مش قادرة إن أنا أعلمهم، مفيش دخل يدخلني إن أنا أقدر أدخل 3 المدارس. عمرهم قد إيه؟ 14 و13 و وتمانية. بتشتغلي؟ لا والله انا عندي تعبانه، عندي السكر وعندي غضروف ما اقدرش اشتغل. بس وزي ما انت شايفه حياتي عامله ازاي. انت قاعده في شقه دي ايجار ولا ايه؟ الشقه دي الاولى بالرعايه لان احنا ما كناش لاقيين مكان نقعد فيه، بندفع فيها 125. انت تقريبا بتصرفي قد ايه في الشهر؟ بتبقي محتاجه مصاريف قد ايه؟ والله بص، احنا عايشين باللي ربنا يجود بيه، ما اقولكش كتير، ما اقولكش قليل، اللي ربنا بييسر بيه احنا عايشين بيه. انا عايزاكي تقومي تفتحي باب شقتك تشوفي ايه اللي قدامها. ماشي. ايه رايك بقى في المكان؟ ده شيء جميل والله، وشيء حلم ان انا سعيده وبسم الله ما شاء الله. هتخيطي عليها ايه؟
هشوف محل على قدي وهخيط عشان دخل الولاد يصرف عليه. تمام، ملابس، ملايات، ستاير. هعرف. الحمد لله. شكرا ليكم جدا، شكرا جدا 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 والله ليكم، شكرا. انا هتغير في الوضع ان شاء الله، اتحسن الوضع، اتحسن من دخلي، اتحسن من دخلي واصرف على ولادي منها، اتحسن من دخلي. شكرا لكم جدا، شكرا للبرنامج وشكرا لعذركم كلكم، والله ربنا يطمن عليكم. شكرا ليكي ودايما احلامك اوامر. بمناسبة عيد الأم قررنا إن احنا نساهم ونعمل خير، عارفين هنعمل ايه؟ وبدعوكم كمان تعملوه. احنا جماعة النهاردة هنفرج عن احدى الغارمات، هنفك سجنها، واخترنا حالة انسانية لست اسمها وفاء. لست وفاء دي من منيا، جوزها راجل كبير في السن ومريض، عندها ولدين، جوزت واحد وحبت تجوز ابنها التاني، واشترت له اجهزة كهربائية بالتقسيط ب30,000 جنيه، وراحت ماضية كمبيالات باسمها. وبعد ظروف الكورونا ابنها قعد من الشغل وتعثرت في سداد الاقساط، وفضل عليها 9,000 جنيه. الحمد لله. برنامج واحد بين الناس بالتعاون مع المؤسسة المحترمة بوابتك للخير قمنا بتسديد المبلغ اللي عليها. تعالوا نطمن عليها. وحيدي ويعني كنت عايزة أفرح بيه وأجوزه وكده، وجبت له أجهزة وكده، وكسر علي الدين كله كان 9,000. ما عرفتش إن أنا أسد عشان مرض جوزي، كان مريض ووصف على علاجه وكده قلبه وكده، فكسر علي الدين. أنا عندي معاش، كان معاش حكومة، بس برضو يعني مني يعني ساكنة ما بيكفيش حاجة، وعيالي كل واحد رزقه على قده، كنت واخده حكم سنه و1000 جنيه غرام. فاتصلت على واحد من الناس وراحوا متصلين على جمعيه بوابتك للخير، وهم يعني بيساعدوني دلوقتي وهيسددوني الدين اللي عليا. فجايه النهارده عشان خاطر ان انا اخلص الدين وودي كل واحد حق. الحمد لله انا بقيت حره كويسه وتسد الدين، والحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يا رب يجازيهم كل خير، كل اللي بيقف مع اي حد ما زي كده يجازيه كل خير يا رب. هو بناء على البروتوكول اللي بيننا وبين برنامج واحد من الناس، اللي هو من خلاله بنسد ديون الغريمات، جات لنا الحاله اللي هي الحاجه وفاء محمود، وقمنا بسداد الدين الخاص بيها. هو كان مبلغ 9,000 جنيه والحمد لله سديناه، تفاوضنا مع الدائن ووصل ل 6,000 جنيه وتم التصالح، وعملنا توكيل خاص بالتصالح بيها، والحمد لله فكينا كربها يعني بالتعاون مع برنامج واحد من الناس. وان شاء الله نقدر ان شاء الله في المستقبل نكمل البروتوكول معاهم في زاد ديون اي حاله يبعت لنا ان شاء الله البرنامج. استكمالا لمبادرة العيون اللي احنا اعلنا عنها، واللي احنا قلنا ان احنا هنجري هذا العام 5,000 عملية عيون، وما زلنا عند وعدنا. الحمد لله عملنا مجموعة عمليات مية بيضاء وزرع عدسات للحالات اللي وصلت للبرنامج مع الدكتور المحترم اللي انا بشكره جدا، الدكتور عمرو الاسود ومستشفى القاهرة الدولي، اللي هم بيتكفلوا بكل مستلزمات الطبية. واحنا هنفضل مستمرين في استقبال جميع حالات العيون اللي حجنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يقدرنا نقدر نساهم ونعالج كل مريض عيون في مصر. تعالوا نشوف التقرير. كنت بقى اشتكي بعناية بقالي سنتين ومكنش عارف اعمل العملية لان تكلفتها عالية، وكنت لو مسافة بين الواحد والواحد 10 متر مكنتش بعرف احدد هو مين، وكنت اخاف عربية تخبطني. فكنت اتصلت على واحد من الناس فجابوني عملوا لي العملية الاولانية
وعملوا لي العيادة التانية والحمد لله ويشكروا كتر خيرهم والله واهتموا بي وناس أحلى ناس والله اللي أنا شرفت بيك وجيت النهاردة عشان نعمل عملية ونفتح ونمشي نشوف أكل عيش من بيع شوية ليمون وما فيش حد بيجري علي إلا أنا وابن واد واحد معاي دخل النهاردة أعمل عملية مية بيضة أنا في عينيا الاثنين وأعمل العملية الأولانية في عيني اليمين وأنا يعني الدنيا مستيعان إن أشوف الدنيا من تاني ربنا ما يحكمش على حد بالظلم يعني حياة صعبة أشكرهم ربنا يا رب يحميهم يا رب ويخليهم كده العمل الخير يا رب عينيا الاثنين كان عليهم مية العملية الأولانية في العين اليمين اليمين في ريحت ورقت وأحصابي راقت عن الأول بقالت حوالي 5 سنين أو 4 سنين بشتكي من عينيا وأنا راجل صناعي على باب الله فبنتي دخلت على صفحة برنامج واحد من الناس فجم لقيتهم مرة اتصلوا بي قالوا لي روح مستشفى القاهرة الدولي جيت عملت العملية اللي هي المية البيضاء على عين الشمال وفي عملية تانية بس بعد فترة بعد ما اتصلوا بي بقال 4 سنين عينيا تعبان ومكنتش بشوف كنت ممكن اخبط في اي حاجة فربنا كرمني بواحد من الناس فجابوني المستشفى عملوا لي العملية الأولى مجاني العين الأولانية مجاني وسألت عليها بره كانت ب6000 وعملوا لي التانية مجاني يعني الاتنين ب12000 وأنا كانت مقدرتي تعبانة معي يعني معيش أصرف عليها العملية تفرق معايا إن أنا دلوقتي أعرف أتحرك أعرف أمشي شمال أعرف أمشي يمين أعرف أشتغل أعرف أكل عيش يعني اتولدت من جديد الحمد لله النهارده شرفنا عدد كبير من الحالات عندهم ميه بيضاء وزفرات واجرينا الفحوصات عليهم باحدث الاجهزه وعملنا لهم العمليات الحمد لله باحدث الاجهزه وزرعنا لهم احسن العدسات ودي كان ضمن مبادره ال 2000 حاله اللي احنا بديناها مع الدكتور عمرو الليسي السيزون ده وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نكملها ونقدر نعمل عدد اكبر من الحالات أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب حبيبة وحبيبة وما زلنا معكم في حلقة عيد الأم ويمكن احنا يعني في هذه الحلقة حلقة التكريمات حلقة التقدير كنت صادفت من فترة الست روحية ست روحية الأم اللي ضحت بحياتها كلها عشان تربي 4 أولاد منهم واحد سليم علمته لغاية ما تخرج من كلية فنون تطبيقية والثلاثة التانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة أكبرهم عمره 40 سنة كانت هي الأب والأم بعد ما قرر الأب الانسحاب من حياتهم ليترك الست روحية تواجه الحياة بمفردها ويصبح الأولاد المرضى في رقبتها وقلبها وضميرها وصبرها تعالوا نشوف جزء من حوارها معانا عشان نفتكر قصة الكفاح الصعبة بتاعتها ونرجع تاني هم في ريحي حوالين مني منسيبهمش ريح مني وبابنا مقفول عليه نقعد نتغدى ونرقص شوية نقعد شوية هم حوالي ما فرقونش خالص فبالليل وبالنهار عيني عليهم يا سامي يا علي يا أحمد على طول كده محمد برضو كان في المدرسة وجيها بعد 3 إعدادي
قلت له انا يما انا عايز اكمل. قلت له كمل يا محمد وانا هنيجي في فريق، انا هتخرج ومعنيش فلوس، يما انا عايز بدله هتبدل رايحه الحلق بتاعي ودنا حال. انا مش قادر اقول لك اللي ما كانش فيه ايام من الايام ما معيش نجيب لهم رغيف العيش، بس حال حاف نجيب، فما مديش ايديا ديت لحد، ومش هنمدها دلوقتي انا في السن ده كمان مش هنمدها، ما مدتهاش لحد ولا اشتكيت لحد ولا قلت لحد انا ما معيش ولا انا معاي. فلما بمشي فانا اقول ايه مشي بيه، واحد مشى من ثلاث ومعاك اثنين سيبوا ليه يا شيخه بقى يمشي، لا سيبوا ازاي ده ضنا سيبوش، يعني العيل يعني بصراحه كده لما بيمشي اكن انا ببقى غرقانه ببحر، وساعه ما يجيبوا اكن طلعت من البحر ده، انا معاهم اخر يوم في عمري. وانا بتمنى من ربنا ان نوديهم بر الامان. امان. يعني نتمنى من ربنا ان نوديهم بر الامان، ما نسيبهمش يتبهدلوا. ايه بر الامان بالنسبه لك؟ بر الامان عند ربنا. ومش راضي اقولها ومش راضي اكتبها. ترى. اسمحي لي ان انا علي. اهديكي علي. اهلا بك يا علي. درة الام المثاليه لعيد الام. شكرا لحضرتك، تستاهلي يا حاجه روحيه. شكرا الف شكر. انت انسانه عظيمه، شكرا، قدمتي وضحيتي الحمد لله، وانكرتي ذاتك واحنا فرحانين بك ونسيتي كل حاجه عشان الاربعه دول. الحمد لله. وربنا اكرمك وهيكرمك ولك ثواب كبير جدا، وهذا الدرع لا يمثل أكثر من كلمة حب من جميع مشاهدي برنامج واحد من الناس، وهم بالملايين على فكرة دخلوا وصوتوا وقالوا أن حضرتك الأم المثالية لبرنامج واحد من الناس في 2021. ألف مبروك. أنا بهنيكي جدا دكتور عمرو على تحقيق أحد رغباتي اللي أنا كنت طلبتها من حضرتك في البرنامج لما كنا مع حضرتك المرة اللي فاتت، وإن هي تكريم أمي كأم مثالية على التضحيات اللي هي قدمتها عشاننا كلنا. الحقيقة أنا عايز أقول لك إن الست روحية بعد عرض فقرتها الرأي العام كله تعاطف معاها، وتعاطف معاها لانها اب وام، تعاطف معاها لان هي الست دي عندها صبر، عندها حمد، عندها رضا عظيم يا اخي. وسبحان الله هي ترفض ان اي حد يساعدها، لكن كل همها انها تخلي بالها على الثلاثه، عشان كده وعندها نجاح احنا كرمناها. وفي خبر نجاح صار، بس مش انا اللي هعلنه، معايا الوزيره الانسانه المحترمه القديره اللي انا بعتبرها ام الخير في مصر قبل ما تكون وزيره التضامن الاجتماعي، معالي الوزيره الاستاذه الدكتوره نبيل القباج. مساء الخير معالي الوزير. يا دكتور عمرو مساء النور، ويعني كل سنه وحضرتك طيبه. اولا بمناسبه عيد الام معالي الوزير، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل أم وكل امرأة في مصر طيبة، وكل سنة وشهدائنا كده الجنة يرزقون، وإحنا فخورين بيهم ونكمل مسيرتهم، ويعني بهني أهليهم ببطولاتهم، ونتمنى نكون لينا جزء من هذه البطولة حتى إن لم نكون شهداء، لكن نحب نخدم الوطن حبة من لهم خدموه، نستكمل المسيرة يا رب لرفعة مصرنا الحبيبة إن شاء الله. آمين. وأنا عايز أهنيكي على كل الخير اللي حضرتك بتقومي بيه، وأنا لما قلت الوزيرة الإنسانة أم الخير قبل ما أكون وزيرة، لأن الحقيقة أنا كنت لسه بقول لحضرتك النهاردة، حضرتك اللي بتعمليه من خير ربنا يجعله دائما في ميزان حسناتك، لأنك أنت بتعمليه بإخلاص شديد، فربنا يكرمك يا معالي الوزير. هو اتمنى اكون يعني حته من حضرتك بتوصفه، لكن احنا اتعلمنا الخير من برامج الخير كلها، وحضرتك واحد منهم وواحد من الناس، وانا كمان واحده من الناس، لكن ده زي ما حضرتك شايف هو توجه الدوله كله خير والله يا دكتور عمرو. الحمد لله. زي ما حضرتك شايف كده يعني كرامه المواطن المصري وحياته يا غالي علينا جميعا، بس دلوقتي كمان يعني رئيس وحكومه وشعب ومجتمع
كلنا نتمنى ان مصر تكون احلى بناتها، علشان يبقى واحد من الناس كله زي الناس وكله جميل، لكن هي مصر تستحق كل الخير، ونتمنى بس نخدم على قد ما نقدر، ومهما خدمنا مش كفاية. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم كل الخير بتعملوه. النهاردة أنا معايا الحاجة روحية، وأنا الحقيقة أنا حبيت أن معاليكي بنفسك قلتيلي أنا عايزة يعني أذف لها بعض الأخبار السارة في عيد الأم، فهي مع حضرتك سمعاكي ومعاها أولادها الأربعة موجودين معايا في الاستوديو. اولا انا يعني حاجه روحيه بحييكي وبحترمك، وانت على راسي وعلى راسنا. الله يبارك، وانا بشكر حضرتك، وانا يعني بشكر حضرتك الف شكر، بشكر الدكتور عمرو وبشكر الناس الحلوه كلها. ده احنا اللي بنشكرك على رسالتك الجميله، وعلى انك بتدي كل ام درس جميل ورائع يتفكي مع الولاد، وانا عارفه ان خدمتك مش سهله، وانت عارفه قد ايه يحب كل ذوي الاعاقه، ومرجينا جميعا نقدم كل الخدمات ليهم، وانا بقول خدمتهم شرف لينا كلنا، لان دول احنا بيهم نرزق، يعني لما نخدمهم ربنا يرزقنا اكتر واكتر. صح. وعلشان كده بقول لحضرتك، اولا طبعا انا عارفه ان احنا ان هم بياخدوا حضرتك بتاعت التكافل، وهم بياخدوا كرامه، لكن انا عارفه ان مصاريفهم كتير، وبشكر معالي المحافظ ان هو يوجه ان هو يصرف ال 50,000. احنا كمان كنا صرفنا 2000 دفعه واحده، لكن احنا معاكي قلبا وقالبا. احنا جمعيه صناع الحياه، واحنا بنعيد اعمار البيت دكتور عمرو، وانا باكد عليها وبوعدها ان البيت يستكمل لغايه الاخر ويتفرش كمان إن شاء الله. يعني بعد ما نخلصوا إعادة الإعمار كله يتفرش. أنا عارفة إن كان عندها مشكلة مع ملكية البيت، وده بتوجيهات برضو من السيد الرئيس، إحنا بنخلص لها مشكلتها الخاصة بالملكية والخاصة مع وزارة الأوقاف، عشان نقدر نعمله لها ويبقى خالص ليها وللولاد. أنا عارفة إن هي قلقانة على الولاد، أنا بقول لك يا حاجة روحية ربنا يديك الصحة والعافية، لكن ولادك في عيننا، واحنا رشحناك بتضامن. يا رب يبارك فيك، شكرا الف شكر لحضرتك. لا ده خالص، انت ست مثالية فعلا، وخدمتك للولاد وحبك ليهم وبتخدميهم بحب، وبحيي اخوهم يعني الحمد لله. ربيتي كمان ابن حضرتك المهندس محمد، قد ايه بيحب اخواته. سمع فخير ابن الخير ام. يعني وبقول لحضرتك احنا معاكي وبهنيكي، يعني ان احنا بنرشحك ام مثاليه. انا اتمنى، انا شفت ان انت مربيه طيور كده جميله، انت مربيه بط ولا فراخ؟ نعم. انت مربيه ايه؟ كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه، بط وفراخ. هو طبعا احنا سمحت لي معالي الوزيره كل حاجه، اشكر حضرتك جدا وبغالي وعلى كل شكل، وسابق اليوم هتقول لي اذبحي بطل السيسي يابا. عايز اقول لك ان هي شاطره جدا جدا ومدبره. يا معالي الوزيره يعني هي شاطره ومدبره جدا، عايز اقول لحضرتك يعني يعني بس يعني على فكره يعني هي بتاكل من صنع ايديها، ولا بتحتاج مساعده ولا بتطلب مساعده. اقول لك سر اول مره اقوله، المره اللي فاتت لما استضفتها وانا لحيت عليها ان انا يعني يكون في مساعده، رفضت رفض شديد والله. فهي قد ايه عندها يعني رضا وانكار ذات دلوقتي. الحمد لله، هي اولا بس ام شاطره، هي بزنس، هي ست بتاعت مشروعات، حتى لو كانت هي شايفه المشروعات بسيطه هي بتدبقها من هنا ومن هنا. أيوه. وفي حاجات بتخبيها عن الولاد، انا مش هقولها على الهوا عشان ما بتفشي الاسرار، لكن انا حتى واحنا الزملاء كنا بنبحث حالتها. أيوه. قلنا ان احنا هنزود مشروعها، يعني شوفي بتعمل مشروع ايه ونزوده لها اكتر، لان انا احترمت جدا ان هي مش بس ام رائعه، هي ست اقتصاديه وست بتنتج بايدها وبتنتج وهي في البيت، يعني هي اضطرت تبقى في البيت عشان الولاد، بتنتج وهي في البيت، فعشان كده بقول هي مثال لينا جميعا، يعني بجد انا مش بجملها. احنا كلنا اعجبنا بيها جدا جدا في الوزاره، والحقيقه برضو المحافظه من الجهات برضو اللي رشحتها معانا.
فان شاء الله هي تفوز، لكن هي كده كده مع التضامن ام مثاليه، ولينا شرف لقائك ان شاء الله لما انزل البلد عند حضرتك، ليه شرف لقائك في البيت. وبقول لك يعني ان شاء الله انت في ايد امينه وبلد امينه، واللي انت هتأمري بيه احنا نخدم اللي بيخدم اسرته ومجتمعه بالشكل الجميل ده. احنا شرف لينا خدمتك، انا شرف لي شخصيه خدمتك، واحنا لينا شرف كبير جدا معالي الوزيره ان حضرتك يعني شرفتينا بالاتصال وبالمكالمه وبكلام حضرتك الجميل جدا وبرعايه حضرتك وبتقدير حضرتك واهتمامك لينا. وزي ما قال دكتور عمرو، هي يعني هي حاله غريبه جدا، يعني حاله امي حاله من الكفاح مع ظروف استثنائيه صعبه مع حاله من النجاح، يعني صعب ان احنا نلاقيها كتير. طبعا يعني امهاتنا المصريين على راسنا من فوق، وفي نماذج كتير قوي مصريه ليها دور كبير قوي، والمراه المصريه معروفه بتحملها ومعروفه بصبرها ومعروفه بنجاحها. بس انا يعني بشوف نوع من التحيز لابني لامي ان هي نموذج يحتذى به، نموذج في الكفاح والنجاح والصبر والعطاء، ان هي قدرت لغايه دلوقتي وما زالت مكمله مع اخواتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ومعايا الحمد لله شايف ان هي يعني كملت دورها معايا لغايه ما وقفت جنبي ان انا اخلص تعليم جامعي وان انا اشتغل وان انا وما زالت مكمله معايا في اهتمامها ورعايتها. فانا بشكر حضرتك جدا على تقديرك وعلى اهتمامك وعلى اتصالك بينا وعلى كلامك الجميل جدا وعلى قيادتنا السياسيه اللي مهتمه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان التقدير بالنسبه لي وبالنسبه لوالدتي ده على راسنا من فوق، يعني ده اهم حاجه جدا بالنسبه لنا، شيء يعني بيفرح قلوبنا بجد. متشكر جدا لمعاليكي. اولا يا باشمهندس عايز اقول لحضرتك على حاجه، اولا طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان القياده السياسيه كانت مهتمه بالحاله عن قرب وبتتابع معانا، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو انا طبعا ما تشكرنيش لان ده شغلي ومهمتي، صدقني والله من قلبي، يعني انا بقول لحضرتك كده مش عشان احنا مسؤولين، احنا مسؤولياتنا ووظايفنا بتحتم علينا ان احنا نختم، وبالعكس نعتذر عن اي حد كان محتاج خدمه. خالص يا فندم، ده جزيل الشكر لحضراتكم يعني بجد. لكن يعني انتوا عيله اصيله، لان انا شفت حبك لاخواتك، فانتوا عيله اصيله بالفعل وعيله مصريه يعني نفخر بيها كلنا. الام الرضا والعزيمه والصبر والاصرار والحب اللي عملته في العيله، وشفته عليك، لان شفت لك اكتر من فيديو مع اخواتك مدير مديريه بعتهولي، فانا والله العظيم انا دعيت لك عن ظهر قلبي، لان حبيت جدا حبك لاخواتك والحنيه باينه، فانتوا عيله اصيله وكريمه الاصل، واحنا يعني لن نقصر معاكم ابدا، وربنا يدينا العمر، ودايما احنا بنمأسس كمان وبنحط بعض الخدمات للشباب ذوي الاعاقه علشان برضو يبقى في حريه حركه لاهاليهم، فممكن نستضيفهم بعض الايام، ممكن نستضيفهم بعض الوقت، فان شاء الله بنعمل اليه جديده حتى لو هم موجودين مع اهاليهم، ممكن نعمل بعض الخدمات لاهاليهم نريحهم، لان انا عارفه ان الحمل تقيل، صحيح مش تقيل على قلبكم لا خالص، انا عارفه ان انتوا بتخدموا بقلبكم وبتحبوهم بجد، لكن تقيل على وقتكم وجهدكم، فاحنا نحب نخدم في اي حاجه، واعتبر وزاره التضامن بقيت عيلتكم يعني، وده شرف لينا يا فندم، شرف لينا. انا مهما اوصف يعني الكلمات تعجز عن وصف شكري لحضرتك وللقياده السياسيه على بجد والله، على يعني على كل شيء يعني يقدم وما قدم حتى للحاجه روحيه بجد. فانا بشكرك جدا الوزيره الانسانه النبيله المحترمه الاستاذ الدكتور نبيل، والله دكتور نبيل ربنا يبارك فيكي وتقبل صالح اعمالك، وانا مشكورك جدا على ما تفضلت بيه النهارده واكرمتيها واكرمتي اولادها، ويعني وربنا يعني يجعل كل ما قمتي به دائما في ميزان حسناتك ان شاء الله باذن الله، لانك انت ادخلتي البهجه والسرور والفرح عليها وعلى اولادها، لان ابنها كان كل امنيته انها ترشح ان تكون ام مثاليه، وحضرتك ربنا يكرمك جبرتي بخاطرها. هي مثالية عند ربنا، وربنا يخليها مصر لها ويكتر من أمثالها. وبشكر حضرتك دكتور عمرو على أنك اديتني الفرصة يعني أتواصل معاها، وإن شاء الله لينا لقاء إن شاء الله يا معالي الوزيرة، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتورة نبيل قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا دكتورة، متشكر جدا يا فندم.
مبروك يا حاجه. لو حقيقه يعني اظن معالي الوزيره زي اديكي خبر انك انت مرشحه الام المثاليه عن المحافظه ومرشحه التضامن الاجتماعي، والنهارده كمان فزتي بلقب ام المثاليه عن برنامج واحد من الناس. اتصور ان يعني وان القياده السياسيه الوزيره لاول مره تصرح ان القياده السياسيه والسيد رئيس الجمهوريه مهتم شخصيا بحالتك، وفي تعليمات صدرت بتمكينك من المنزل وانك انت عندك منزل، وقرار من الوزيره بتاسيس المنزل مرة أخرى وإعادة تأهيله للحياة كريمة ليكي ودعمك بمشروعات صغيرة. كل ده يؤكد حرص الدولة على حضرتك وعلى أولادك اللي أنت أكرمتيهم، فجزاء الإحسان الإحسان. الحمد لله. فيعني شكرا، ألف شكرا لحضرتك. قولي بقى يوم عيد الأم بيمثل لك إيه بقى النهاردة بقى؟ نعم. يوم عيد الام بيمثل لك ايه؟ بيمثل لنا احنا. ايه بقى بيمثل لكم ايه؟ بيمثل لنا احنا ان هو يعني هي بمثابه مكرمة، هي يعني هي بمثابه كل يوم تكون فيه يعدي علينا وهي في صحه وفي سعاده، ده عيد بالنسبه لنا، لان هي يعني هي بالنسبه لاخواتي هي اهم حد ليهم، يعني هي هم كل شغلها الشاغل هم، يعني هي لما بتتعب شويه بتبقى قلقانه جدا عليهم. طب قولي لي بقى بيحتفلوا بيك ازاي في عيد الام؟ بس كل حاجة عندهم اللي بنحبك يا ماما، يحبوا راسه وخلاص، ما يعرف شو غير كده يعني، ما فيش يعني ما فيش اللي يعرف مثلا كده أي حاجة يعني. ما فيش يعني ما يعرفوش أي حاجة يعني. كنت متوقع لما الفقرة اتذاعت يحصل رد فعل كده وإن الدولة كلها تهتم؟ والله العظيم ده أنا دلوقتي أنا إن شاء الله بالفرحة والله. والحمد لله طبعا يعني انا شفت اعجاب ناس كبير جدا طبعا زي ما حضرتك اتكلمت على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، والحلقه بتاعت حضرتك حققت نجاح كبير جدا، بسطني انا شخصيا يعني، اداني روح من حكينا بقى الجيران القرايب قالوا لكم ايه لما شافوا قصتكم بقى؟ هو طبعا يعني كان في حاجه والدتي كانت بتضايق منها جدا بعد القصه ما ظهرت في الاعلام. انا اعتقد ان الحاله دي او الصوره دي اتصححت عند بعض الناس. كانت والدتي في احد اللقاءات بتشتكي ان بعض من اخواتي احمد عنده عاده ان هو لما يقابل حد يسلم عليه. ففي بعض الناس كانت بتتضايق اللي هي يعني شخص معاق ذهنيا من ذوي الاحتياجات الخاصه عايز يسلم عليا، لا يعني ايه بيكش منه يعني. فهي كان الموقف بيضايقها جدا يعني، هو ليه بيعمل كده؟ ده ابني ضنايا يعني، هي اكيد امه بتبقى يعني هي زعلانه عشانه يعني، هو احمد مش قادر ان هو يقول ايه انا زعلان من الشخص ده، على الرغم ان هو لو قابله تاني هيكرر نفس الموقف تاني وهيسلم عليه. هم طيبين قوي وما شاء الله عليهم، انتوا حلوين، فبعد انا بحبكم. بعد الحاله بقى في الاعلام لا ده في احتفاء كبير جدا بيهم، الناس مبسوطه جدا بيهم ومبسوطه بوالدتي وبفرحها. عاوز تقول ايه؟ الشعب حكومه الشعب حكومه الشعب. انت بتحب مين؟ انت حمد. بتحب مين كمان؟ احمد. وبتحب مين كمان؟ احمد. بتحب مين كمان؟ مين كمان؟ يلا بتحب مين يا احمد؟ بتحب مين يا احمد؟ يقول له حبين انا كمان. بتحب مين يا احمد؟ انت بتحب ماما يا احمد؟ بتحب ماما ولا سامي؟ بتحب ماما؟ انا مبروك التكريم، مبروك اختيارك ام مثاليه في احد من الناس، مبروك اختيارك ام مثاليه من وزاره التضامن الاجتماعي، واختيارك من المحافظه، مبروك التكريمات اللي جات لك من الدوله كلها، وربنا يا رب يسعدك. نفسك في اي حاجه؟ عايزه تقولي ايه بقى في عيد الام النهارده؟ الله يبارك فيك ويخليك يا رب ويديك الصحه. نقول للناس كل سنه وانتم طيبين وربنا يعودها في خير، وجو السيسي على الجمهوريه وعلى شعب مصر ويديه الصحه ويكفي شر الناس الوحشه، وربنا يجعله كل سنه حلوه عليه كده يا رب، وهو طيب والناس كلها طيبه، تبقى الدنيا كلها حلوه كده على طول، كل سنه وهم طيبين كل الدنيا في حالها الحمد لله. نورتينا يا حاجه روحيه، نورتنا يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. احنا سعدنا باختيارك ام مثاليه لبرنامج واحد من الناس، وسعدنا اكتر بمفاجاه معالي الوزيره اللي فاجئتنا النهارده بترشيحك ام مثاليه لوزاره التضامن وللمحافظه. مبروك، تستاهلي كل تكريم وكل خير وكل سعاده، ربنا يجعله عيد ام سعيد ومبارك عليكي يا ست يا اميره يا اصيله. وبنشكر حضرتك جدا والبرنامج واحد من الناس لوفائه بعهده لينا في الحلقه، وتكريم والدتي في واحد من الناس. احنا يمكن اللقاء بتاعنا كان يمكن من شهور، من اربع شهور تقريبا، واحد من الناس، وحضرتك ما زلت فاكر ومتذكر ووفيت بوعدك لينا،
وتكريم ام النهارده ده شرف كبير لي، انا بشكر حضرتك جدا عليه. انا ما عملتش حاجه، ربنا يبارك هي تستحق كل خير. نورتينا ومبروك، الف مبروك، شرفتوا انا. الله ينور عليك، كل سنه طيبه وكل عيد ام وانت بخير وسعاده. طيب كل سنه وانت طيب. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. يا حنينه وكل كتيبه، يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة، وحبيبة. واحنا بنحتفل بعيد الأم في أمهات عظيمات، لازم نضرب لهم تعظيم سلام. أمهات كفحوا وتعبوا وتعذبوا علشان يربوا أولادهم ويدوهم كل الرعاية والعطف والحماية والحنان. أمهات سهروا الليالي علشان يحافظوا على أولادهم ويكبروهم بصحة وسلام. النهاردة معايا واحدة من الأمهات العظيمات اللي كفحت مع أولادها الأربعة، اللي عاشوا طول عمرهم على كراسي متحركة. الأولاد اللي قدرت بصبرها وإيمانها وقوتها وإرادتها تساعدهم رغم مرضها لغاية ما دخلوا الجامعة. الست العظيمة دي رحلة كفاح تستحق مننا التقدير والحب والاحترام. اسمحوا لي أرحب بالسيدة مريم وهبي وأولادها إبرام وزاخر وإيمان وأيمن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور. بحضرتكم ست مريم، حضرتك منين؟ من الحومدية. الزوج بيشتغل ايه؟ هو الوقت طلع على المعاش. وحضرتك عندك كم سنة؟ انا عندي 60 باين. انا معرفش هم لما يعرفوا. وليه اولادي كلهم يتولدوا كلهم كده ولا الحالة دي جات لهم بعد الولادة؟ لا، كانوا معروفين ان هم عندهم. انا عندي 3 تاني مش قاعدين على كراسي. هم 7. هم 7. عندي بنت متجوزه وعندي ولدين، لكن هو اللي عنده الضمور معروف من مشيته، تو ما يمشي كده يتعرف ان ده في حاجه، عشان هم يمشي على طرطيش صبعتهم. بس اكتر واحد اللي مشي كتير ابراهيم، ده قاعد يعني لغايه بتاع 15 سنه، لكن ايمن هو اللي ما طولش. احكي لي بقى، من ساعه ما حضرتك عرفتي ان هم الاربعه عندهم المرض ده عملتي ايه؟ تعاملتي معاهم ازاي؟ يعني احكي للناس عشان يتعلموا منك. انا ما كنتش عارفه عندهم ايه، وضناها مصيوط، وكنا ما نودهم للدكاترة اللي يقول لين عظام واللي مش عارفين ان هو ده مرضية. بس بعدين هم لما كبروا، هم عشان هم نصحيين، احنا ما نعرفش، عرفونا ان هو المرض ده اسمه ضمور عضلات. ده انا عرفت منهم، هم مش انا ما عارفش اقرا، هم النصحيين ويعرفوا كل حاجة. فبعدين دلوقتي لقينا له علاج الحمد لله، بس ربنا يبعته له. هي يا دكتور بس. هي بسيطة بس في كلامها يعني. لا دي أميرة قوي وجميلة قوي. على قدها بالسيطة معنا يعني دايما. عايز أعرف قدرتي تخدميهم إزاي كلهم في وقت واحد؟ أما أخدمهم، ربنا مقويني وأبوهم بقي يساعدني. أنا عارف إن والدهم كمان مريض. وقع بس الحادث كسر. هو اللي كان شايل، وهو اللي ما يجيب كل حاجة، أنا ما أطلعش ولا أجيب حاجة، أنا مخدم في البيت. أساعدهم وأطبخ لهم وأوكلهم، وهو اللي يطلع يجيب الحاجات من بره. أنا عايز أعرف أنت إزاي قدرت تخليهم كلهم يتحدوا المشكلة اللي عندهم دي
ويتعاملوا مع الإعاقة ببساطة يعني كده بشكل بسيط ويتحدوها وعندهم إرادة وعندهم إيمان. قدرت إزاي تخلقي جواهم الشعور ده؟ ده هم حلوين وحدهم، مش أنا اللي خلقت جواهم الشعور، هم جمال وحديهم. ده هم اللي علمونا أقرأ، هم اللي علمونا كل حاجة. اللي خلاكي تصري إن هم يكملوا تعليمهم؟ ما أنا لقيت حاجة حلوة، إن ده حاجة حلوة. يوم أنا عاوزة أتعلم وتسهر معايا تناولينا حاجة، في الأول أبوهم كان ما يضحك ويقول لهم أتعلم ويا مين هيوديكم ومين اللي هيجيبكم، والتعلمة دي غالية إحنا ما نقدرش على التعلمة. أبوهم كان ما يقول كده، قلت يا عم ربنا هيقويهم. بس برام كان ما يسهر، كنت أسهر معاه وأنا ولاي حاجة، جيرسي أنا بصله زاخر ليه اسمي عشان هو لي اسمي. فأنا قال يوم وأنا هروح الجامعة، يعني محدش كان يقدر يستواج مثلا تعبان اللي هيجيبوه بالتاكسي يقول انا راجل كبير ما اقدرش اشيله. انا دم اي حد من الجيران يعني من على الشارع من بره تعالى ركبهم، ما يقولش حاجه. مسلم مسيحي كلنا حلوين بنحب بعض، يجوا يركبهم العربيه. قد ايه انت فخوره بيهم؟ كتير. انا يوم الواحد ينجح كنت ما بفرحانة والدنيا مش سايعاني، نجح أعمل يا ريت أعرف أزغرة، أنا فرحانة. أسعد لحظة كانت في حياتك إيه وأصعب لحظة كانت في حياتك إيه؟ أصعب لحظة لما مش هقدر أنقل العيل من على السرير. يعني محتاج مساعدة يا دكتور من على السرير. السواعي يعني هنقل على الكرسي، ما فيش حد في البيت وأنا هشيله على الكرسي، ده أما أزعل مثلا هيدخل حمام محتاج أي حاجة. ده مؤخرا بس ده بعد ما كبروا مش وهم صغيرين، وهم صغيرين كانوا ما يساندوا وحلوين. بس واسعد لحظه، اسعد لحظه ان عرفت لهم علاج، ان قالوا في علاج للضمور وربنا يحنن قلب الرئيس علينا ينزل لنا العلاج البلدي يا رب ان شاء الله ان شاء الله. هو قلبه حنين وحلو ربنا يخليه. بتشوفي رحلة تعبك وكفاحك الجميلة العظيمة اللي انت عمالة تحكيها دي، يعني بعد ما كبروا النهاردة وبقى معاهم شهادات جامعية، شايف الرحلة دي ازاي بكل التعب اللي انت تعبتيه؟ كأن ما تعبتش، انا فرحانة بهم. يا سلام، انا مفتخر بيهم، يعني هم بقوا حاجة حلوة ربنا يخليهم، بس ربنا يرزقهم بوظائف حكومة. طيب تقولي ايه لكل ام عندها اولاد من ذوي القدرات الخاصه وممكن تكون شايفانا دلوقتي؟ اقول لها تحبيهم وتساعديهم. عايز اعرف منكم بقى، يعني كل واحد يحرفني بنفسه ويقول لي الدراسه بتاعته ايه. اتفضل. زاخر. ايوه لي اسمي كان ارسين. أيه بس انا معروف بزاخر الاسم الرسمي بتاعي. انا بكالوريوس اعلام. أيه مؤخرا اخذت لقب سفير النوايا الحسنه. أيه بسبب ان انا يعني حد بتكلم عن موضوع ضمور العضلات وان في علاجات ونتمنى ان هي تتوفر او الدوله توفرها. أيه بحب الاغاني. جيت مع حضرتك هنا في مع مجموعة من أولادنا دكتورة صهير. بس أهلا وسهلا حضرتك يا دكتور. أنا أيمن، عندي 25 سنة. أنا دبلوم تجارة بس كان نفسي أكمل في مجال التمثيل، بحب التمثيل جدا. قدمت في معهد الفنون وربنا ما عرضش، ما استسلمتش، قلت أكمل في حاجة تاني بحبها. اتعلمت من اليوتيوب الماركتينج وتصميم المواقع الويب سايت،
و عظيم. الحمد لله. حضرتك امين دبلوم تجاره بس بعمل الشغل اللي هو خرز اكسسوارات وحاجات كده. عظيم. حضرتك ابرام تودروس، مقدم برامج، انا خريج اعلام ومدرب ومحاضر تحفيزي، مدرب تنميه بشريه معتمد من المركز الهولندي. على قدنا يعني كده بنحاول نعمل حاجه كلها تأثير إيجابي. مشرفين يعني دول كلهم حضرتك يعني مشرفين يعني. يا رب هي سبب كل دفعه صدقني يعني. عارف يا دكتور لما احنا نكون بنعمل حاجه وما عندناش الامكانيه بس كلمه الحب دايما بتدي دافع للامام. يعني لما مش بيكون مش معاك حاجه وبتلاقي كلام حب وكلام تشجيع ده بيزق الواحد لقدام. لو انت معاك كل الامكانيات بس اللي حواليك محبطين او مش مشجعين ومش بيدوك دفعه حب ده ممكن يخلي واحد يقول. كنت بتلاقوا صعوبه في الدراسه؟ جدا يا دكتور. ازاي؟ يعني كنتوا بتروحوا الجامعه ازاي مثلا؟ كنا بنشوف حد يساعدنا طبعا عشان نركب العربيه. لازم تأجر عربيه خاصه، ما ينفعش تركب مواصلات، ما فيش مواصلات مؤهله في مصر لذوي الاعاقه للاسف، ولا في اتاحه كمان في الشوارع. الصعوبه بقى يعني في المدارس عامه او في في المعهد، حتى معهد الفنون برضو للاسف لما رحت قدمت كان في صعوبه جدا في السلالم، معظم الاماكن في مصر مش مؤهله للكرسي المتحرك. لكن ان شاء الله هتبتدي يبقى في مع تفعيل قانون رقم 10 لسنه 2018 تبتدي يكون في اتاحه حقيقيه. انت بتشوفوا ايه في عيون الناس؟ لا كتير قوي إيه؟ يعني بص اللي يبص في عيون الناس هيقعد جنب يعني في البيت ويتقفل عليه وما يشوفش جنب ماما في المطبخ. دي ابسط حاجه يا دكتور لما نيجي ننزل من عربيه. احنا طبعا لينا شيله خاصه وحد ينزل الكرسي ويفرده ويجيبنا، فتحس كائن فضائي بينزل من العربيه. دي يعني علاجها حاجه بسيطه قوي بس يبقى في توعيه. قولي يا ايمان، جبتوا منين الاراده والقدره على التعامل مع مرض ضمور العضلات واللي انتوا بتعانوا منه؟ بص كنا من بابا. ماما منين يعني؟ هي بابا وماما. بابا كان بيقول لنا يعني مش الدنيا كلها وردي، لا كان بيقول لنا يوم غيم ويوم مطر ويوم الجو حلو، كان بيقعد يقول لنا كلام كده مشجع برضه. ماما طبعا. لو بابا كمان علمنا نشكر دايما باستمرار على الحلوه وعلى المره، دايما بنشكر، هو دايما شاكر على اقل حاجه. وماما فعلمونا يعني عارف لما البيئه برضو بتفرق طبعا وبتاثر. ابرام انت كمان معاك ماجستير في البرمجه العصبيه وده موضوع صعب جدا، اخترته ليه؟ شويه هي البرمجه اللغويه العصبيه اختصارها بيبقى NLP نيرو لانجويستنج بروجرامينج. دي بتبقى يعني انا اخترت دراسه علوم التنميه البشريه بالذات لان انا شفت عارف لما حد يدوق قطعه تورته كده تعجبه فبيبقى عايز يدوق منها كل الناس اللي حواليه. فانا كواحد مستخدم كرسي متحرك يمكن كنت بمشي في سن 18 سنه، لما قعدت بدات منغلق على نفسي، مش شايف غير نفسي ومش شايف غير اللي ناقصني بس. فمع بدايه دراسه علوم التنميه البشريه بدات اركز على اللي عندي، بدات اشوف حاجات ما كنتش شايفها، فبدات ادرس اكتر بحيث ابقى مدرب معتمد واقدر ادوق كل اللي حواليا وبالذات اخواتي واصحابي واصدقائي من اصحاب الهمم. انا عايز الواحد ما يبصش على اللي ناقصه، ربنا بيدي كل واحد، ربنا ده عادل جدا وربنا حنين جدا، ونحن نؤمن ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طول ما انت شايف وعينيك على ربنا هتشوف دايما كل خير. صحيح. فالواحد لما بيبص على اللي عنده بنكتشف حاجات كتير قوي كناش واخدين بالنا منها. ليه؟ كنا باصين على اللي في ايد الناس وعلى اللي مش عندنا. اللي بيفضل باصص بره لا بيستمتع باللي معاه ولا بيطول اللي في ايدين الناس. يعني الطول الحياه كده. كلامك جميل. حقيقي لا ربنا يخليك. ذاكر يا عادل صوتك حلو، هتسمعنا ايه؟ نبدا بست الحبايب ولا اسالنا يلا عشان عيد الام بقى احنا ما احنا النهارده لازم الناس تعرف ان كنتوا اللي اخترتوا ان تكون الام العظيمه والدكتور ام تكرم في واحد من الناس. ربنا يعني اولادك هم الدليل الخير. يا رب يخليك يا دكتور. ماما تعيش. تكرم فاحنا لم نتردد لحظه لان سيرتك العظيمه يا رب كأم تستحق كل احترام وتقدير. تعيش يا دكتور. وتكريم طبعا. تعيش. يلا. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي يا
ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي. ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم عشاني. أنا موت تسهري وتباتي تفكري. أنا موت تسهري وتباتي تفكري. وتصحي من الأذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. برافو عليك جميل. أيمن أنت بتحب التمثيل وكان نفسك تكون أول ممثل على كرسي متحرك. مين بقى مثلك أو مين الممثل اللي أنت بتشوفه قدوة بالنسبة لك؟ بصراحة هو أحمد زكي. أحمد زكي بحبه جدا. بحب أدواره جدا جدا. أنا سمعت إيمان كمان بتعمل شغل جميل يعني خاص بالبينتينج والحاجات دي والهاند ميد مظبوط؟ أنا عاوز دلوقتي بقى كل واحد فيكم يوجه رسالة على الهواء للست العظيمة الوالدة الكريمة. طيب هي في 2016 عايز اقول لحضرتك يا دكتور ان سياده الرئيس عبد الفتاح كرمها كأم مثالية. فدي كانت حاجه مفرحاها جدا وحاجه بصلها ودي حاجه كانت يعني فخر كبير لينا كلنا. طبعا انا عايز اقول لها شكرا. ربنا يخليكي لينا ويعني استحملتينا كتير وتستحملينا بحب في عز تعبها بتقوم تساعدنا. حتى لو عندها ازمه القلب بتقوم برضو تساعدنا وتناولنا ميه لو محتاجين واكل. حتى لو احنا قاعدين على السرير ممكن ما ننزلش في يوم بتجيب لنا الاكل لغايه السرير وتجيب لنا كمان ميه نغسل ايدينا. يعني يا ربنا يخليكي لينا ويعني ويدوم محبتك. يخليك يا فسام ويرزقكم بحد يعالجكم يا رب. يبعت لكم الحجن حتى من بره. مش عارف بصراحه اقول ايه. عايز تقول لها ايه؟ شكرا على تعبك معانا ومحبتك الكبيره لينا. ربنا يخليكي لينا. صدقني من غيرها ما كناش عملنا حاجه في حياتنا خالص. تعيش له كل سنه. يا ايمن عزيزي لو قعدت اقول كلام كتير اول ماما مش عارف اشكرها ازاي على كل ثانيه بتعملها معانا وتتعب معانا. عايزه اقول ربنا يخليك لينا يا ماما. انت وبابا واخواتي برضو اللي بيتعبوا معانا ويساعدونا. وماما طبعا المفروض هي اصلا ما تتحركش من السرير عشان قلبها وكده بس هي على قد تعبها ربنا بيساعدها عشان وتسندنا وكده. كل سنه وانت طيبه يا ماما. ربنا يخليك لينا. برافو عايز تقول لها ايه؟ يعني بصراحة هو ما فيش كلام يوفي ان احنا نقول لها كلمة شكر وكلمة حب. ربنا يخليها لينا ويطول في عمرها ويديها الصحة بالرغم ان هي المفروض في الوقت ده هي تستريح واحنا اللي نخدمها ونساعدها لكن هي دايما بتدي حب وكلها حب. فربنا يخليك لينا يا ماما دايما معانا ونقدر نرد لك اي حاجة حتى لو مش قادرين نقوم نحضنك لكن بنحضنك بقلوبنا وبعنينا وكل حاجة في الدنيا. ونطلب من ربنا يشفيكم كلكم ان شاء الله. ربنا يدي احنا نفسنا يا دكتور حقيقي العلاج ضمور العضلات بقى متوفر حاليا نفسيا ان احنا نقدر نتعالج علشان حتى نخفف عنهم هي ووالدي. ربنا يخليهم لينا هم تعبوا معانا كتير قوي فنفسي نريحهم بس. وانا بدوم صوتي لصوتك والله. امين. وربنا كبير مفيش حاجه بعيده عن ربنا. حتى يروحوا عند الحنفيه يملوا كوبايه المايه بس الروح ما يحتاجوش يعني لو قعدوا بالعطش حتى واحنا بره حتى لو رحنا مشوار مش هيشرب. ربنا كبير يا ماما اطمن. ربنا يعني اللي ارعانا كل اللي فات مش هيسيبنا في اللي جاي ان شاء الله. اكيد واحنا معاكم ونضم صوتنا لصوتكم. بشكرك يا دكتور. توفير الدواء ليكم اذا متوفر و كل حد بيسمعني ويقدر يوفر لهم العلاج هبقى شاكر جدا. يا رب. مش عشان بس هم مجتهدين ومكافحين لا عشان هذه السيده العظيمه تستحق كل تبجيل واحترام. انا طالبه من ربنا يبعته لهم ان شاء الله. وانا يعني ربنا فاضل كل اقدم لك يعني درع
أم واحد من الناس أقل تقدير وتكريم. كفاية إن إحنا تعبناك معانا. أقل تقدير وتكريم لحضرتك. كل سنة طيبة. وأنت طيب يا دكتور. يعني ده أقل تقدير إحنا بنقدمه لك. ربنا يخليك يا دكتور. كأم عظيمة. ميرسي يا دكتور حبيبي. قدرت إن هي تقف جنب أولادها الأربعة. يا رب يخليك تعيش. مصابين بضمور العضلات وقدرت إن هي تنشئهم التنشئة الجميلة وتعلمهم ويصلوا إلى مراحل علمية متقدمة وماجستير وبكالوريوس. ربنا يبارك فيك. وانا يعني بشكرك مره ثانيه وبشكركم جدا. وانا حبيت اقدم لحضراتكم الام الجميله العظيمه الست مريم اللي شرفتنا النهارده ونورتنا النهارده, اللي هي نموذج فعلا للام اللي بتضحي بجد. ومهما اقول لكم حجم التضحيه عشان تقدر تخدم اربعه مصابين بضمور العضلات, مهما اقول لكم المجهود شكله ايه. فكل سنة طيبة. انت طيب. كل عيد أم وانت سعيدة. تعيش وانت سعيد يا رب. وربنا يديم عليك الصحة. تعيش. والستر والعافية. وربنا يفرحك بشفائهم ان شاء الله. امين. نورتونا. نورتونا وانا فخور بحضراتكم. حبيبي. بالانجاز اللي انتم عملتوه. بشكرك دعواتك. وبنبركم كمان لامكم. وربنا يا رب يرفع عنكم عشان تقدروا تردوا لها ولو واحد على مليون. نتمنى يا دكتور. امين يا رب. امين امين يا دكتور. شكرا لكم جدا. كل سنه طيبين. كل سنه طيبه. ربنا يخليكم. انت طيب يا دكتور. سنه وانت طيبه يا ماما. تعيش وانت طيب يا رب. ربنا يخليكم ليك. وكلكم طيبين يا رب. تعيش احنا تعبنا في كلكم. حبيبه دكتور. شرفت. في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأم, مش ممكن في هذه المناسبة الجميلة ما نفتكرهاش ما نحتفلش بيها. ورغم رحيلها عنا مش ممكن ننسى دورها وقيمتها ومكانتها وقوتها وإنسانيتها وعطفها وسماحتها. مش ممكن ننسى اللي قدمته للدعوة الإسلامية واللي تعلمنا على أيديها من قيم وأخلاق ومثل ومبادئ وسلوكيات. إنها الدكتورة عبلة كحلاوي, أستاذة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر, واللي رحلت عن دنيانا مؤخرا بعدما خسرت معركتها مع الكورونا. عشان كده قررنا في برنامج واحد من الناس أن تكون الأم المثالية لهذا العام اللي نكرمها, وكنا نتمنى أن تكون موجودة حتى نمنحها درع التكريم والتقدير, لكن شاءت يعني مشيئة الله. عشان كده ضفتنا النهاردة ابنتها الأستاذة الدكتورة مروة ياسين, أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف, نجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي, عشان نمنحها درع برنامج واحد من الناس للأم المثالية لعام 2021 الراحلة العظيمة الدكتورة عبلة الكحلاوي. دكتورة مروة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وشرفتينا. شكرا. وسعيد بوجود حضرتك جدا. اسمحي لي في بداية اللقاء وقبل ما أبدأ دي درع التكريم الوالدة. شكرا. الراحلة العظيمة كأم مثالية. جزاكم الله خير. جزاكم الله. مقدم من برنامج واحد من الناس شبكة قنوات الحياة. شكرا يا فندم. جزاكم. ورحم الله دكتورة عبلة. رحمة الله عليها. كانت أمنا كلنا. وكنت أتمنى أن الشرف أن أدي هذا الدرع بنفسي.
بركة فيك. شكرا يا فندم. اتفضلي. شكرا جزيلا. اتفضلي يا فندم. تمت حلمها مع رفيق العمر زوجها المرحوم اللواء مهندس ياسين بسيوني، فعقدوا العزم على أن يؤسسوا عملا صالحا باقيا على أرض مصر الحبيبة، فكانت جمعية خيرية تحمل اسم الباقيات الصالحات. وفي مساء 24 من يناير الماضي توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي تاركة إرثا تضافر به العلم والمحبة والإخلاص لوجه الله. يا أحباب، أرق القلوب قلب يخشى الله، وأعزب الكلام ذكر الله. الحياة كان وداعا والدتك الدكتورة عبلة الكحلاوي، يعني مهيب ومزدحم بالمشاعر من كل محبيها، والحياة حضرتك كتبتي مرثية مؤثرة جدا بعد رحلها. كانت بتحب اللقب اللي أطلقوه عليها وهي بنت مداح النبي. بص، هو حالي مع ماما عبلة كيف حال من كان له واحد وغيب عنه ذلك الواحد، فهي كانت مسار حياتنا، كنا بندور في فلكها. هي أم ليست كأي أم، كما هي داعية ليست يعني كأي داعية. الحقيقة الدكتورة عبلة ربنا فتح عليها من الأرزاق الملكوتية من عنده، فتح عليها باب وصل الله، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وسر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي صلى الله عليه وسلم والآه. فكان باب الوصل ده هو الباب الرئيسي، ثم فتح عليها باب العلم والعهد، علم في الأزهر الشريف والعهد مع ستنا نفيسة رضي الله عنها، وفتح عليها أنوار مكة المكرمة فشربت من هذا المعين بعمق وصدق، وفتح عليها أبواب المودة والرحمة ليسع قلبها، ليس فقط محبيها وليس فقط، لا، ده الوطن العربي بكل آلامه وعذاباته شنته في قلبها. فتح عليها أبواب البر، فكانت بره لوالديها وكانت بره لزوجها وبره بينا، مش قادرة أقول لك كانت بتتودد إلينا كأم حامية إزاي. فتح عليها أبواب الدعوة إلى الله، الحكمة والوصول القبول والنفاذ للجمهور، الخطاب المسؤولية والنفع وميراث النبوة والقيم وسماحة الإسلام. ثم فتح عليها بباب آخر وهو باب العمل الصالح، الباقيات الصالحات، فكانت أبواب وأبواب وأنوار وأنوار تداعي. ثم فتح عليها باب آخر، باب المرض كعامة الشعب، لتصل الانكسار لله عز وجل في قمة الحب لله وعشق رسول الله، فكانت شهيدة المرض. ثم ليفتح عليها بباب الاصطفاء بالشهادة، وده كرم كبير من ربنا. أنا مش شايفة غير أنوار على أنوار. صحيح. الحمد لله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم اغفر الذنوب التي تهتك العصم. اللهم ارحمنا يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، ارحم من هفى وغفى وجفى، وشفع فينا المصطفى. من أقوالها كان كل مصاب بعد موت الرسول يهون، وكأنها كانت بتوصي بشكل مباشر كل محبيها لاستقبال خبر وفاتها. هي كانت مرحلة يعني ما قبل الحياة البرزخية، كانت مرحلة ممتلئة بالعطاءات. يعني احنا شهدنا في هذه المرحلة لطف الله وحب الله لأهله وخاصته وأحسابه على خير. شهدنا جمال الأم
بهذا الجسد اللي أمامنا اللي نعشقه ونعشق رائحته اللي تلبس برائحة الأولياء الله ولا أزكيها على الله. شهدنا لطف الله، شهدنا كان الموطن اللي كنا فيه كان مزارا لأهل البيت يوميا، كنا بنبص لها ثلاث بنات وبنطوف حواليها وهي في العناية المركزة، وربنا رزقنا إن إحنا نشهد من هذا المعين، معين البر، وده رزق من فضل الله وكرمه. وكانت رسائلها رسائل ثابتة، رسائل من تتبصر مواطن الأمور، اللي أنفقت حياتها في سبيل الله، اللي أنفقت حتى مدخرها في سبيل الله، اللي حدد لنا حتى مسارات الإنفاق، كيف ينفق الإنسان في سبيله ويجعل حياته فيها الخير، اللي حددت لنا أيضا، جعلت الباقيات الصالحات أيقونة عملنا لتربطنا رباطا قويا بعمل صالح يفتح لنا وللجميع غراس الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، إزاي قدرت الدكتورة عبدة الله يرحمها إنها تزاحم يعني ما شاء الله كبار العلماء على منابر الفقه والدعوة؟ بص، ببساطة الصدق مع ربنا. أنا شهدت في خطاب أمي، خطاب الدعوي، شهدت لها بخطاب المسؤولية. لم أجدها يوما بتتطرق للتفسيرات الشائكة ولا المعلومات في أحشاء الكتب التي لا تصلح للعامة أبدا، لم تتطرق يوما إلى ما فيه مسار جدل ونقاش، ولم تقع يوما في مستنقع الشهرة ولا الرغبة في الظهور، بالعكس كانت زاهدة في الدنيا وأتتها الدنيا راغمة. شهدت في خطابها خطاب الوطنية، المسؤولية الوطنية الحقيقية. لم يتلون خطابها يوما بشكل أو لون أو أيديولوجية، أيديولوجية الإخلاص وحب الأرض، وتعلم يقينا أن مصر بلد تتنفس برئة المصلحين والصالحين. شهدت في خطابها القيم، فكان خطابها مضبطة للقيم. وزي ما حضرتك عارف إن يعني إن من يحمل قبس الدعوة ده لازم يكون إيه، يعني بيحمل قبس المقدس، فيجب أن يكون صادقا وظاهرا وباطنا. لم أجدها يوما بتتلمس الشهرة ولا الدنيا ولا الجدل ولا احترام لقيمة الدعوة. لمست في خطابها الإنسانية، ده اللي خلى خطابها يخاطب عمق المصريين بكافة شرائحهم بكافة دياناتهم، لأنه تعامل بالإنسانية اللي هي عمق مقاصد الشريعة. كان خطابها خطاب مقاصد الشريعة، حفظ النفس والمال والعرض والوطن. كان خطابها خطاب منضبط، خطاب مواريث النبوة، اللي ما كانش اللي بيبعث السكينة وراحة القلب وبيسلب الروح إن إحنا بنتلقى رزق الله. لم أجد في خطابها الجدل الأكاديمي الذي لا يطرح إلا في مسارات الخطاب الأكاديمي لزمانه ومكانه، لا، وجدت في خطابها الوعي، الفهم، التسامح، الاعتدال. وجدت في خطابها الفهم الدقيق للمتغيرات الزمنية والمكانية والإقليمية والدولية في مسار خطابها الديني. وجدت في خطابها الفهم والإدراك للجماهير، مش أي كلمة تتقال، وقع ده على شرائحهم النفسية والاجتماعية، فهمهم وإدراكهم ليها إزاي. خطاب مسؤول، خطاب محب، خطاب موصول، رحمة الله عليها. ده سر يمكن ما شاء الله يعني دخولها قلوب الناس كداعية إسلامية. صدق، صدقني، صدق مع الله سبحانه وتعالى. خطاب الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان العمل، إحسان النية، إحسان الأداء، إحسان الفهم، في كل دقيقة بإيديها حبيبتي الضعيفة يعني في أواخر أيامها تقعد تكتب وتبدأ من جديد وتفكر تسعد ده وتفرح ده. شفت في سلوكها جبر خواطر، جبر الخواطر ده بكل معانيه، بالكلمة وبالإحساس وبالشعور. كانت بتوزن أعمالها وتوزن مقياس السعادة في حياتها برزق الله من عمل صالح.
كلميني عن الايام الاخيره. لا يا ايام كلها تجليات، انا ما اقدرش اقول لحضرتك حاجه غير كنا ايام بنشهد فيها رزق الله. احنا حواليها ثلاث بنات بنشهد حبيب وام وصاحب واب وصحبه وسند بعد الله سبحانه وتعالى. انا لا ازكيها على الله، بس يعني لا هي كانت ايام غريبه، وكنا في معيه الله ولطفه، كنا بندوق حلاوه القرب، كنا بندوق حلاوه المدخر العمل الصالح. كنا بنشوف ام بتفكر في القبول، بتفكر زي ما قلت لحضرتك مسار آل البيت، كان مكاننا مزار آل البيت يوميا سيدنا في سوا وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت زيارات يومية، كانت برؤى بتجيلنا من أماكن مختلفة، وإحنا كنا بنشهد بعض الـ هذه التجليات، وده من فضل الله. هل هي رأت أي رؤية قبل وفاتها؟ لا، ماما كان عندها تبصر وفهم وإدراك وبترى المؤمن يرى بنور الله، كأنها حاسة كل حاجة وفاهمة ومدركة الأبعاد بكل التفاصيل، وعارفة بتقول لنا إيه وعارفة ما تقولناش إيه، ولها الخبيئة مع الله. يعني مش قادرة أقول لك كم كبير من هذا الأمر اللي لا نعلمه من الجمال والأسرار الطيبة وجبر الخواطر وما إلى ذلك. لا هي كانت أيام عصيبة لكن ممتلئة بالأنوار، وكانت أيام غيرت مسار حياتنا كمان. فوقفنا كده شفنا العمل الصالح، شفنا المدخر الحقيقي، شفنا تعلقها بجناب الله، شفنا ألطاف الله لحد الغسل والله، يعني في قمة النقاء والجمال. وعلمنا بعد كده إنها الساعة 3 كان في رؤية إن في صحابيات دخلوا هم اللي غسلوها، وكان كذا وكذا. قمة التواصل حتى بعد الانتقال، وربنا أكرمنا وطبطب علينا بفضل الله ثم بنورها. بعد الانتقال وقفنا كلنا وأم بنعشقها، وسلمنا الأمر لله، وهم كانوا في منتهى الكرم والذوق والحنان والإنسانية. عارف كان أبوهما صالحا، دقناها بكل معاني المحبة، بكل المعاني اللي حضرتك تتخيلها. تركتها وشفت بره الناس، لقيت ناس كتير وجايين، وأنا كنت خايفة عليهم من العدوى وكذا، فبجامل لأنها عودتنا إن إحنا ما نكسرش خاطر حد أبدا من محبيها ومريديها. فأنا بجامل وأنا مجروحة، لقيتها في الانتقال بتقول يا مروة، وهي منتقلة، تعالي. أنا كان في بينا تواصل روحي وإحساس كده عالي، فقلت يبقى في حاجة غلط، حد بيصورها، في حاجة. جريت عليها ببص، لقيت الوجه ده نور وبيضحك لدرجة كأن في حد بيضحكها ضحكة عالية قوي، مش ضحكة عادية، اللي هي الضحكة الجميلة اللي كلها حياء بتاعتها. فأنا يعني حسيت إن دي من علامات الجميلة، لبست الطرحة الخضراء وخليت الناس كلها تيجي تقرأ لها الفاتحة، وناس كتير جت معرفش جم إزاي وقرأوا لها. وأنا لم يعني ربنا هو اللي حدد هذه المسارات، صدقني لم يكن لي أي تدخل. قالت لي في البداية مروة أنت وإخواتك مفيش كلام في الإعلام. قلت لها علم إعلام إيه؟ عشان يجعل الله يعني هذه ألسنة الخلق أقلام الحق، يجعلها الله سبحانه وتعالى هذا المسار اللي أنا نفسي توقفت عنده، وعرفت إن فعلا سر الوصول هو الإخلاص، إن فعلا إن الواحد ما يديش الدنيا أكتر من حجمها، إن فعلا يضع الدنيا في مقامها. ودي كانت توصيتها، إن يا أولاد الدنيا أتفه بكتير من أن يحمل لها هم. يا أولاد خلوا بالكم، ويمكن يا أولاد خلوا بالكم من الباقيات الصالحات، يا أولاد الباقيات الصالحات أمانة في أعناقكم. وقالت لي كلمة جميلة كده، قالت لي قعدوا حشيني من دلوقتي رحمة الله عليها. طلاق الدنيا بحر الجنة، بس مش طلاق الدنيا يعني ما تعيش، لا عيش، لأن ربنا قال لك وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن دايما اعرف إن احنا ماشيين، اعرف ان احنا مغادرين، اعرف ان احنا واقفين في المطار ومغادرين، يعني فيه مغادرة. فعشان كده طلاق الدنيا ليس طلاق كل شيء، عيش حياتك، تزوج، اكسب، اشتغل، اعمل اللي انت عايزه، لكن في نفس بما يرضي الله، لكن في نفس الوقت اوعى تنسى العمل الصالح. كان ايه سر عشق اهل اللون الابيض اللي كانت دايما بتظهر بيه؟ ده حال مع الله.
بص هو ايه زي ما بقول لك كده، كيف حال من كان له واحد وغيب عنه ذلك الواحد. احنا التلاتة متعلقين بامنا جدا، احنا التلاتة حددت لنا مسار حتى في الباقيات الصالحات، ومسار في تخصصنا، ومسار في علمنا، ومسار ومسار. فكان التعلق ده يعني شديد، وانا كنت مرتبطة بيها قوي. فبعد الانتقال بدأت افكر انا هعمل ايه، هي كنت دايرة حواليها، دايرة في فلكة، لقيت نفسي برضو انا واخواتي مش لوحدي متدثرين بعبيتها. بدأت افتح الحاجات القديمة واشوف هي عملت ايه لما تعبت من انتقال والدي، لان كان يعني حالة كده من الايه، من التوافق، ربنا هو اللي صنعها وحسن الاختيار. فهي تعبت بعد الوفاة وكانت بتقول نفس المقول، كيف حال من كان له واحد وغيب عنه ذلك الواحد. فالمسار ده بدأت أفكر، بدأت أسأل حبايبها هي عملت إيه وقتها؟ أنا ناسية، هي دخلت هذا الحال إزاي مع الله سبحانه وتعالى؟ وأنا ببحث كده لقيت إن ده حال، إن ربنا سبحانه وتعالى ألهمها هذا المسار وألهمها هذا الزي، مش مجرد زي صدقني ويشهد الله على ما أقول، لا ده باطنا قبل أن يكون ظاهرا. آخر وصية ليها يا أبي الرحيل؟ بقيات الصالحات. قالت إيه؟ بقيات الصالحات أمانة. بس في أعناق يعني مفيش حد لم توصي على بقيات الصالحات. بقيات الصالحات ده حلم يعني لرعاية المسنين ولرعاية المسنات والمصابات بالزهايمر. يعني اختارت كمان مجال شائك، مجال مرضى الزهايمر ده مجال شائك، مجال الموت مرتين، ومجال الموت الثلجي، ومجال الانتكاسة البيولوجية والاجتماعية والإدراكية، وكأنها حالة من الجحيم، وكأن مريض الزهايمر لا يعلم أي نوع من الضحايا هو. فهذا قمة الضعف وقمة الاحتيال بالضبط. فلا اقتحم العقبة، فتركت يعني مكان عظيم بينهج نهجا مؤسسيا ومهنيا قائم على العمل التطوعي والعمل المنهجي وفقا لأسس مهنية. الحقيقة عمل الدور لمرضى الزهايمر وكبار السن زي ما قلت لحضرتك، وبرضو مستشفى. بتقول لي يد الله قبل يدي، أنا حلمت تبرعت بفيلا صغيرة، فربنا رزقها بهذا المكان الجميل العظيم. كانت عايزة عيادة، ربنا رزقت بمستشفى، والمستشفى البقيات الصالحات ديت كانت يعني مش قادرة أقول لحضرتك، إحنا الآن في مرحلة التشطيبات النهائية لغرف العمليات، وإن شاء الله مكملين بإذن الله، مكملين بإذن الله إن شاء الله ما يتعلق بكل هذه الأمور من تجهيزات بإذن واحد أحد، والحمد لله على كل حال. دكتورة مروة، دكتورة عبلة قبل رحيلها يعني عانت من شائعات قبل وفاتها، كانوا حوالي 3 شائعات، كانت بتتعامل ازاي مع الشائعات اللي زي دي؟ ابدا صدقني بمنتهى الثبات والقوة، هي كان كل هدفها المسنين، كل هدفها الناس اللي عندنا هو مرضى الزهايمر لما اصيبوا بكورونا. تخيلش يعني كانت في حالة من التبتل مع ربنا سبحانه وتعالى، ولم تبرح يا لطيف، ولم تبرح كافة السبل يعني الاحترازية والدعاء لهم حتى شفاهم الله. وكان آخر مرحلة حبيبتي كان عندنا 20 مريض كورونا وكلهم تم شفاؤهم، والحمد لله على كل حال، وهي قبلت شهيدة عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجب لدعائنا وتقضي حوائجنا وتفرج ما أهمنا وتغفر ذنوبنا وترحمنا. اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، يا كريم العطاء، ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، يا ذا المن والعطاء، ادفع عنا الوباء، يا ذا المن والعطاء، لا يقدر على ذلك غيرك. اللهم ادفع عنا المحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا السوء
بما شئت وكيف شئت، فإنك على كل شيء قدير. كلميني بقى عن العائلة، يعني حضرتك ليكي أختين كمان أظن، مظبوط؟ هل كانت بتميز حد من بناتها عن التانية؟ خلص، بس كلنا هي كانت برة بينا، برة بينا بجد. مين ومين؟ عرفيني بيهم. احنا انا مروه الكبيره زي ما قلت لحضرتك، وحضرتك قدمتني. اختي دكتوره رودينا، هي متخصصه في الشؤون الافريقيه وقضايا الامن القومي ولايف كوتش برضو. واختي صوره، هي في صوره هي اظن للعائله، حضرتك شايفاها؟ تمام يا فندم. والدكتوره هايدي ديت اختي، هي صيدلانيه وان شاء الله يعني بتشتغل الان في مجال اداره المستشفيات. وكل واحدة فينا حققت لها مسار تجمع ما بين علمها وتخصصها وخبرتها إلى جانب المسار الإنساني الدعوي. ما كانتش بتحلم بإنجاب ولد؟ لا لا، هي جميلة وراضية، هي جميلة وراضية والحمد لله. يعني أنا شايفة أن إحنا يعني رجال يعني. طبعا أنتم ما شاء الله. الحقيقة يعني أنا عايز أقول شهادة لله، يعني يمكن مفروض ما أقول يعني، لكن الحقيقة حضرتك يعني فترة مرضها احنا تواصلنا وكده، ربنا يكرمك، انت كنتي بميت راجل. شكرا والله يا دكتورة. والله واخواتي في منتهى البر والإنسانية والرحمة، لم نبرح أعتاب المكان، وكنتي ثابتة يعني الحقيقة ما شاء الله عليك. ده بركة ربنا ثم أنورها. ثم عايز أقولك انت فيك منها كتير جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ربنا يكرمك. بس صحيح أنا ما طولش يا فندم، ده دكتور عبلة قيمة، ربنا يكرمك. صحيح اخت حضرتك استاذه رودينا بتجهز نفسها عشان تكون داعيه اسلاميه زي الوالده بعد ما حصلت على دبلوم معهد الدراسات الاسلاميه؟ بص حضرتك، المسار الدعوي ده جوه كل واحد فيه، فزي ما قلت لحضرتك وفقا لعلمه وفقا لتخصصه فكلنا شغالين في هذا المسار. وهي طبعا لها لمحات جميله جدا في هذا النطاق، وخاصه لما دمجته في اللايف كوتش، فلا يعني ليها فكر مختلف، وانا عن نفسي بقعد من اول مستمعين اليها ما شاء الله. كلمي عن الدكتوره عبله كحلاوي الام، وازاي قدرت تتجاوز يعني احزانها بعد فقدان زوجها لواء مهندس ياسين بسيوني. بالظبط، اللي سافروا عن اهلا وسهلا اللي سافروا عن في ما يتعلق بالساتر الترابي. وطبعا هو كان من المحاربين القدماء، لكن هو كان يعني بس كان من ابطال حرب اكتوبر. طبعا من ابطال، من المحاربين القدماء، من حارب في كل الحروب مصر، وكان رجل وطني. كان اب وام بالنسبه لكم اظن؟ لا، اب وام. كان عمركم ساعتها قد ايه؟ لا انا كنت خلصت كليه الاعلام، واختي كانت خلصت كليه التجاره في الازهر، والثانيه كانت صغيره سنه او سنتين. لكن لا، احنا زي ما قلت لحضرتك ربنا سبحانه وتعالى سندنا، واحنا بفضل الله عز وجل رزقنا بام ليست كاي ام. يعني كانت ايه الشعار اللي بترفعه دكتوره مروه في تربيتكم؟ الصدق مع الله، دي من اهم الاشياء، الصدق، وان انا اجعل القلب مناط التفكير ومناط العلاج، فالقلب مناط يعني تجلي انوار الله. فدايما خلي بالك، خلوا بالكم من قلوبكم، القلب ده ممكن يحول اي عمل صالح الى هباء منثور. القلب ده ممكن يحول الكلمه الطيبه كاكتست من فوق الارض ما لها من قرار. خلوا بالكم اذا اعتراه الرياء وحب الظهور وحب الشهره، وإذا دخل ده في قلوبنا هنحرم من نظرة الله. فخلوا بالكم قوي من القلب. وقالت لنا دايما وعلمتنا إن إحنا لا نضع الباقيات الصالحات في ميزان حسناتها ولا نعتمد عليها، كل واحد يعمل له عمل تاني، يشتغل في ده لكن يعمل عمل تاني ليعرج به إلى مراتب القبول. الأدب، أدب مع الله والأدب. وكانت دايما تعيد وتزيد مقولة الإمام الشافعي، عليكم بالأدب، فإن كنتم ملوكا برستم، وإن كنتم وسطا فقتم، وإن كنتم وإن أعوزتكم المعيشة عشتم بأدبكم. دي من أهم الأشياء. برضو علمتنا استشعار معية الله في السر والعلن، دي نقطة من النقاط المهمة جدا اللي شكلت إدراكنا. وبعدين إحنا شفنا أم وأب ظاهرهم زي باطنهم، تعايشوا بعين الرحمة والمودة. يعني أم فتحت لنا الباب بفضل الله عز وجل، كفاية بوابة الباقيات الصالحات، كفاية بوابة العلم الذي ينتفع به، أبواب وأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كان حلما تقاسمته مع رفيق العمر المرحوم اللواء مهندس ياسين بسيوني، عشناه سويا وكتبناه معا على أرض مكة المباركة التي أكرمنا الله ببركة الرزق منها. وهناك أدركنا أن العمل الصالح هو التفعيل المبارك لجوهر الإيمان، وأنه لابد وأن نقدم زكاة النعمة. فعقدنا العزم على أن نؤسس عملا صالحا باقيا أبدا على أرض مصر الحبيبة. جعلنا اسمه البقيات الصالحات، حيث يتسع المسمى لكل عمل خدمي يرفع بعض المعاناة عن شرائح من أهلنا في مصر. وبينما كنا نسارع الخطى لنحقق ما نصب إليه، فإذا بشريك العمر يرحل عن دنيانا في منتصف الطريق، فعهدت الله أن أكمل المسير، وجعلت بناتي يعيشن معي حلم الباقيات. وسرعان ما تجاذبت القلوب الطيبة الخيرة حتى أصبحنا صحبة خير في طريق الخير. ما كانش في اختلاف وجهات النظر بين البنات وبين الأم؟ بص، هي كان عندها بصيرة عالية وكانت مربية لحد العمر ده، كنا بنتربى وبنتوجه وبنتعلم وبتبص لدقائق دقائق القلوب لأنها ترى بنور الله بفضل الله عز وجل. يعني كانت صديقة، ولا أحيانا ممكن مثلا تستخدم الشدة والقسوة، خصوصا وأم. يعني أنها بتلعب دور أب وأم. لا، هي كانت أم بكل معاني الأم، ومربية بكل معاني ما تتخيل من يعني من كلمة مربي حتى لآخر للوقت اللي احنا فيه ده وسننا. بس ده كان من نعم ربنا ومن أرزاق الله علينا، وأنا شايفة أن ده كرم. طبعا هو بعد كده يعني وفي وحشة وفي ألم، لكن عارف متى التي كنت أكرمك من أجلها فعمل لشيء أكرمك من أجله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ولا أزكي على الله، بس عندنا بوابة البقيات الصالحات هنتدثر بيها حتى الممات. كانت أكتر حاجة بتعملها وكانت بتسعدكم بيها؟ كل حاجة حلوة، صدقني كل حاجة حلوة، كل معنى وكل فكر وكل شعور. بالضبط الدكتورة عبلة اللي على الشاشة هي الأم الحقيقية اللي احنا بنعيشها ظاهرا وباطنا. أنا عمري ما وجدت اختلاف ما بين الاثنين، وجدت صدق، وجدت إنسانية، وجدت جبر خاطر في أبسط الأمور، في أبسط الأمور صدقني، في الكلمة وفي النظرة وفي الحركة وفي التعامل وفي الطبطبة. أنا مش عايزة أقول هقول إيه، أقول الحمد لله. أحكي لي موقف دكتورة مروة كده عشتيه مش قادرة تنسيه مع ماما. لا، ده احنا عشنا كتير مع بعض، احنا ما فرقناش بعض. ايه الموقف اللي دايما كان مواقف الوصل الروحي دي انا يعني ما اقدرش انساها. كنت عايشه في انجلترا، كنت بحضر الدكتوراه في انجلترا، وهي كانت في مستشفى حبيبتي في الامارات، وانا كنت لوحدي وحامل وكنت نايمه على سرير، وسمعتها يا مروه تعبانه، مروة مش عارفة تتنفس. أنا قعدت أركز الصوت ده منين ومساره فين، حسيت إن الصوت إنه أمي، وبدأت أتكلم في موبايلها الدولي وتواصلت معها، وهي كانت في حالة صعبة. ومرة تانية كانت عينة جدا في حبيبتي، كانت حياتها برضو مسار من الابتلاءات، وده من فضل الله واصطفائه ليها عز وجل. برضو مرة تانية كنت في إنجلترا، وكان لا يمكن أعرف أنزل بأي شكل من الأشكال، وهي كانت راقدة في المستشفى في مصر، وعارفة أنها تعبانة، فمعرفتش أعمل حاجة غير في الوقت ده تعلقت باسم الله الرحيم، باسم الله الودود، بقيت أكلمه بالاسمين دول عشان يغيثها في هذا الوقت. فهي بتقولي في هذا التوقيت هي ربنا تجلى عليها ببعض الـ يعني في لطائف الكرم كده، بتقولي لقيت، حكيت لي لاحقا ان لقيت المكان اتفتح قدامي، ونزلت لي اللي هي ماسكات اكسجين كده من السماء، والحاله اتحسنت. فدي من الحاجات اللي انا ما اقدرش انساها، هي ام ومحبه وعطوفه.
وهقول لك حاجة غريبة. آخر سنة كنت أغلب الوقت يعني بنام جنبها أو على الكنبة اللي قدامها. كانت بتشهد تجليات أنا نفسي كنت بتوقف لها وهي ما كانتش بتفتكرها. كانت بتشوف حاجات وبتبدأ بتقولها قبل صلاة الفجر: أرى الآن أني أعرج إلى مراتب من كذا، أرى الآن أنوار الحياة كذا. فهي بتنساها. بعدين بدأت أخاف فبقيت أقول لها، بعد شوية لقيتها بدأت تفتكر وتقوم تكتبها. عايزة أقول لحضرتك ده سنة حالها بهذا الوضع. مرة كنت نايمة وهي نايمة جنبي، واحنا ورا الشباك اللي كنت نايمة عنده كان في شجرة زيتون. فلقيتها قالت لي: مروة أنا شايفة شجرة الزيتون دي بترتعش كده في ضوء القمر وفيها إضاءة. في نفس اللحظة أنا كنت شايفة هذا الموقف معاه. فلا، كان في حاجة حلوة في حياتي، بس ربنا قادر على كل شيء إنه يطبطب علينا من عنده هو سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك احنا المسار اختلف والانشغالات حطيناها مكانها، وسنتدثر بعباءة الام حتى ان نلقى الله. كنت بتحتفلوا معاها ازاي بعيد الام؟ كل فرح. اولا انا من الناس اللي كنت ببقى حريصه جدا من خوفي عليها، محبش اكتب حاجه عن الام والاعياد. اولا احنا تعودنا انما يعبد الله بجبر الخواطر، فكنت بخاف. واللي انا شفتها هي بتعمل كده، اذيك حد او اجرح قلب حد فقد ام، فكنت بخاف عليها. دي حاجة. الحاجة التانية، لا هي كانت بتفرحنا. أم بتسعد كل اللي حواليها، مش إحنا بس، إحنا واللي حواليها وأرحمها كلنا بتحب تسعدنا، تسعدنا وتحب تشوف الفرحة في عينينا. لا هي يعني برضو من نعم الله عز وجل عليها إنه رزقها الجمال، جمال الروح والمظهر والرونق. كل حاجة كانت تحبها متجملة وما كانتش بتبالغ، وكأن يدها كده إيد وسطية، لا يعني لا تسرف ولا تبذر، وفي نفس الوقت كل حاجة جميلة ومعتدلة. ولا عمرها خططت لحاجة ولا عمرها سعت لحاجة، والله الدنيا جات لها لحد عندها بفضل الله. فلا يعني من برضو من جمال شخصيتها، حتى لما جت تهندس دور لأمي وأبي وضنايا في البداية، وهي كانت دور صغيرة اللي هي دور مرضى ألزهايمر، عملتها بشكل جمالي كأنه عايش في بيته، يعني عشان تفكر في كل الدقائق الصغيرة اللي ممكن تسعد مريض ألزهايمر، إنه يلاقي مثلا مراية شكلها مش عارفة إيه، إنه يلاقي الصورة، إنه يلاقي العمق، إنه يلاقي الدفء، إنه يلاقي الراحة. تخيلش حضرتك الناس اللي عندها هذه الانتكاسة الفكرية والإدراكية وكأنهم زي ما قلت لك في صحراء قاحلة، قلبهم بيهفو بشدة ولا يتذكروا إلا هذا الوجه المحب الحنون، وجه ماما عبلة، وكأنهم أطفال زي ما قال، يعني زي ما قالوا في السبعينيات. أنا عايزك دكتورة مروة لو ممكن يعني لو تحبي توجهي يعني لروحها كلمة دلوقتي بعيد الأم، تحب تقول لها ايه؟ صدقني هي كلمة واحدة: جزاك الله عنا خيرا، جزاك الله عنا خير الجزاء، على كل ما قدمتي وعلمتي وأصلحتي وربيتي، جزاك الله عنا خير الجزاء، جزاك الله عنا خير الجزاء يا أم، في جنة النعيم، في جنة النعيم إن شاء الله. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، ربنا يرحمها ويسكن فسيح جناته وينزل السكينة، اللهم أمين، والصبر، اللهم أمين يا فندم، ويرحقنا بها على خير إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، ونحسبها من الشهداء. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى
الحمد لله، الحمد لله ان احنا في حياتنا الباقيات الصالحات، الحمد لله على كل كرم ورزق وبركه ونعمه، الحمد لله. ربنا يرزقك برها وعافيتها كما رزقك برها في حياتها دكتوره مروه. اشكرك يا فندم وربنا يبارك فيكي. العافيه يا فندم، وتحياتي لاسرتك، كل عام وانت بخير حضرتك وصحه وسعاده حضرتك بخير. وده اقل هديه نقدمها لماما عبله، ان تكون الام المثاليه لعام 2021. شكرا لبرنامج واحد من الناس. شكرا فندم. اشكرك جدا دكتوره. عافيه فندم. ربنا يجازيك خير. عافيه فندم. شكرا جزيلا فندم. لم نجد اعظم من الدكتوره عبله الكحلاوي كي نختارها اما مثاليه في عام 2021، فهي رمز لكل شيء جميل. فقدنا انسانه عظيمه لكنها تعيش معنا بروحها، تعيش معنا برسالتها السامية، تعيش معنا بعملها الخيرية العظيمة. ولا نزكيها على الله، وربنا يرحمها. اللهم ارحمنا إذا بكانا الصاحب والحبيب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، اللهم ارحمنا إذا انقطع النسيم، اللهم ارحمنا إذا قيل ما غرك بربك الكريم، اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، اللهم ارحمنا يوم تلتف الساق بالساق، اللهم ارحمنا إذا تركت الدور والقصور والأسواق، اللهم ارحمنا إذا تركت الأقلام والأوراق، اللهم ارحمنا إذا قيل إلى ربك المساق، اللهم ارحمنا إذا وقفنا للسؤال، اللهم ارحمنا إذا خاننا المقال، اللهم ارحمنا إذا لم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، اللهم ارحمنا يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، ارحم من هفى وغفى وجفى وشفع فينا المصطفى. حلقتنا خلصت. قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم حكمه جميله بتقول: سالوا السعاده اين تسكنين؟ قالت: في قلوب الراضين وعلى ربهم متوكلين وبالقدر مؤمنين وبالنصيب متفائلين وبالله واثقين وبطيبه قلبهم رائعين. واشوفكم على خير وصحه وأمن وسلامة، وكل سنة وكل أم طيبة. وبكرة عندنا حلقة تانية، حلقة عيد الأم، بكرة انتظرونا. تصبحوا على ألف خير.